الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. اللهم إنا نسألك إيمانا بحلاوة حتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون أنت يا ربي أحب إلينا مما سواهما يا ربي، واجعلنا ممن لا نحب المرء إلا لله، واجعل يا ربي أحوالنا في الدين كله أن نبغض أن نعود إلى الكفر كما نكره أن نقذف في النار. اللهم كما هديتنا للإسلام والإيمان والإحسان، فوفقنا إلى كمال الإيمان والإحسان والإسلام يا رب العالمين، بالقلب السليم الذي ترضاه عنا نحن وذريتنا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا في أحسن حال يا رب العالمين. فأنت أكرم من أن تعطي ثم تمنع، فأنت الجواد الكريم، والكريم إذا أعطى لا يمنع. وأمرتنا ألا نمنع الخير عن الخلق، فأنت أولى بذلك منا ألا تمنعه عنا، وأنت لطيف بنا يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع الفقيه المالكي الصوفي المحقق أبو محمد عبد الله ابن سعد ابن سعيد الأزدي الأندلسي أبي جمرة، المتوفى سنة 99 أو 600 من الهجرة، نزيل مصر ودفين مصر، دفن بجوار سيدنا ابن عطاء الاسكندري في سفح المقطم بالقاهرة، تشرفت به حياة وبرزخا، فنسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بعلومه في الدارين، وألا يفتنا بعده ولا يحرمنا أجره، وأن يغفر لنا وله. أما بعد، اليوم نبدأ في قراءة الحديث الثاني في هذا الكتاب بعد قراءة الحديث الأول بالأوجه التي ذكرها فيه، وذكر فيها 71 وجها في حديث بدء الوحي. الحديث الثاني حديث حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول في الشرح: ظاهر هذا الحديث يدل على أن الإيمان على قسمين، بحلاوة وبغير حلاوة. يعني الإيمان ذاق حلاوة الإيمان، دل أن في إيمان بحلاوة وإيمان من غير حلاوة، يعني إيمان بلا طعم، لأن طعم الإيمان يظهر في السلوك. فكثير من الناس تجده يدعي الإيمان بلسانه، فإذا تعاملت معه تجده بعيد عن الإيمان، فده إيمان بلا حلاوة. لكن بعض الناس يدعي الإيمان، فإذا تعاملت معه أحببت التعامل معه، فعلمت أنه عنده حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه سيدنا علي بن أبي طالب: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. لأن النبي جاء بمكارم الأخلاق كلها، فكل من يتعامل مع النبي يحبه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رأيته للوهلة الأولى تخافه من شدة هيبته ووقاره صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن زيد بن حارثة فضل أن يعيش عبدا مع النبي لكمال أخلاقه قبل نبوته، من أن يعود أميرا إلى قومه حرا. فشيء عجيب، يعني النبي فطر على هذه الأخلاق الجميلة،
حتى لا تظن أن أخلاقه صارت جميلة وكاملة بعد بعثته، بل كان على هذا الحال منذ أن خلقه الله وفتره عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول: أقرب الناس منزلا مني يوم القيامة، لم يقل أكثرهم صلاة ولا قراءة قرآن ولا زكاة ولا صدقة، قال إيه؟ أحسنهم أخلاقا. لأن الإنسان يؤتى بحسن خلقه ما لا يحصل عليه الشهيد ولا يحصل عليه المتصدق ولا الصائم الذي لا يفطر ولا القائم الذي لا يفطر، بحسن خلق. فحسن الخلق عبادة مهجورة لأنها صعبة، لكن أسهل حاجة تقول لما يجي لك فلوس ولا ابني جامع، أربي أيتام، أعمل عمرة، أطلع الحج، أعمل أي حاجة، لأن النفقة سهلة إذا تيسرت الأموال. لكن جرب كده أن تعفو عمن ظلمك، صعبة. واحد يظلمك وتعفو عنه، صعب عن نفسي، مع ان ثوابها اعلى من بناء مسجد. طيب جرب كمان تعطي من حرمك، واحد كده تبقى انت محتاج يحرمك، وبعدين بعد كده ربنا يحوجه ليك، فما تقولوش ما انا كنت محتاج يا عم وانت ما اديتنيش، روح غور من وش، لا تديله. وبعدين كمان ايه؟ تصل من قطعك. جرب كده، واحد يقطعك وانت تصل، والرحمك يقطعوك وانت تصل، دي عبادة أصعب. يبقى العبادات الصعبة دي هي حسن الخلق. أصعب حاجة إن واحد يجهل عليك وبعدين أنت تقزم غيظك، واحد يشتمك على الصبح وما عملتلوش حاجة ما تردش عليه، صعبة دي، لكن أنت لسانك فلت منك، يشتمك شتمة ترد عليه 10، ما ينفعش. إزاي بقى إنك أنت تقزم غيظك؟ ليس الشديد بالسرعة، يعني مش بالعضلات هي ولا بالملاكمة ولا بالكاراتيه، مش الشدة كده. ليس الشديد الشديد مين؟ اللي يملك نفسه عند الغضب، هو ده الشديد صار. وبعدين مش تعفو عن تقزم غيظك بس، ده مطلوب تقزم غيظك وترتقي إلى العفو عنه كمان. مش تقزم غيظك وبعدين تبيت له زي الجمل، ما ينفعش. فهمت؟ ما هو الجمل كده لحد ما صاحبه ينام مرة ويروح مديله، ما ينفعش، تبقى شغل حيوانات بقى عايشين في غابة. لكن لا، تقزم غيظك وتعفو عنه كمان، يعني تنسى الإساءة من قلبك، ومش وفي أعلى من كده كمان، تحسن إليه. مش كده برضه؟ مش رب يقول والكاظمين الغيظ؟ أدي نوع، والعافين عن الناس نوع تاني أعلى، والله يحب المحسنين نوع تالت أعلى. يبقى إن ما قدرتش تعفو عنه فعلى الأقل اقزم غيظك، وإن قدرت تقزم غيظك فاعفو عنه، وقدرت الاثنين فحاول تحسن إليه. يعني الحكاية سهلة. فده الإيمان اللي بحلاوة. الإيمان اللي بحلاوة إنك أنت لما تيجي تتعامل مع الناس تبان حلاوة إيمانك، يبان الأمانة، يبان الصدق، يبان الستر، يبان قبول العذر، يبان الإيثار، يبان العطاء، يبان الكرم، يوم تبقى الحلاوة كده الناس كلها تحبها. مش كل الناس بتحب الحلاوة؟ يبقى عنده السكر وتقول له ما تاكلش حلاوة، برضه من ورا الدكتور ياكل الحلاوة لأنه بيحب الحلاوة، بالرغم انها بتضره، لان كل الناس فطرت على حب الحلوى. فهمت؟ اذا فالنبي اراد انه يبين برضه الحاجه اللي كل الناس بتحبها، يقول لك ايه؟ ذاق حلاوه الايمان. العلامات دي في علامات تبقى ظاهره اللي هي في المعامله، وفي علامات باطنه انك تسال نفسك انت ذقت حلاوه الايمان ولا لا. لو كان الله ورسوله احب اليك من كل شيء، يبقى انت ابتديت تذوق حلاوه الايمان. النبي فوق كل حاجة. شوف، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى من نفسك ولا لأ؟ النبي فوق كل حاجة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقدمش حاجة قدام الله ورسوله أبدا. يبقى الله ورسوله هو الأول، قائدك. فهمت؟ إذا كان كده في باطنك اسأل نفسك السؤال ده، لو أنت جاوبت وقلت نعم تبقى أنت ذقت حلاوة الإيمان. لو قلت لا والله لسه، وخليك صريح زي سيدنا عمر بن الخطاب كده، قال والله يا رسول الله انك احب الناس الي الا نفسي، كان صريح مع نفسه، واضح الحكايه واضحه عنه. فقال والله يا عمر لا يكمل ايمانك حتى اكون احب اليك من نفسك، لسه عايز لك خطوه لقدام. فلما فهم كده سيدنا عمر كانت نفسه طيعه على طول لانه مؤدبها مربيه، فقال خلاص انت الان يا رسول الله احب الي من نفسي. قال الان يا عمر، يا دوب بس كملت الوقت، قبل كده كنت ماشي لسه.
يبقى في علامات باطنة لحلاوة الإيمان تسأل فيها نفسك اللي هو قالهم الرسول الثلاثة دول، وفي علامات ظاهرة في سلوكك مع الناس. لما أبوك يموت كده ويسيب لك الورث أنت وأخواتك، هتعمل إيه مع أخواتك؟ هتاكلهم وتفض وتختار أحسن حاجة وأميز حاجة في الإرث تاخدها ليك عشان أنت الكبير بقى، وبعدين تبخل عليهم؟ إذا كنت بخلت على إخواتك يبقى مش هتبخل على سائر الناس الأجانب؟ عشان كده الرسول يقول خيركم خيركم لأهلي. ما تبقاش خيرك تبقى قاعد مع أصحابك على القهوة وعلى النادي والمشاريب على حسابك، وتيجي تروح البيت تنكد على مراتك وعلى عيالك وتنيمهم من غير عشاء. مش هي دي الأخلاق الحلوة. الأخلاق الحلوة صحيح اسأل الزوجة عن زوجها والرجل عن زوجته، اللي يشهد بحسن خلقه من دول يبقى ده حسن الخلق صحيح، لأنه ده اللي عارفه على حقيقته. يبقى في علامات باطنة تسأل نفسك، وفي علامات بعد كده ظاهرة شوف تعاملك مع الناس، أحوالك إيه مع الناس، هل بتشفق على الناس، بترحم المسكين، هل بتلتمس لهم الأعذار، واللي يسيء إليك إذا اعتذر تقبل عذره، تجل النعمة وإن دقت. النبي كان يجل النعمة وإن دقت، لما طلب الإفطار مرة فعند ستنا أم هانئ قالت له إيه، والله يا رسول الله يسعيني إلا كسرة خبز وخل قليل من الخل، فقال لها إيه، قال ده انت خليتيها خل، هو احنا مش عارفين نعيش ولا لاقيين ناكل زي ما الناس بتقول، ولا قال نعم الادام الخل عشان يجبر بخاطرها ولا يعيب في النعمه. وبعدين مش قال لها نعم الادام الخل، وبعدين قال لها طيب سلام عليكم، ويروح يفطر بره كباب عند ابو شقر، ما ينفعش. لا، قال لها نعم الادام الخل واكل قدامها منه. شوف حلاوة الأخلاق. ده كسرات باقيين من العيال مريلين عليهم، كانت عندها عيال صغيرين بتربيهم ولادها، يعني شوية كسرات خبز باقيين عليهم ريالة العيال، وقرف العيال ياكلوا من الأرض على البتاع. شوف أنت العيال لما تقعد تعك بقى، والنبي ياكل كسرات هذه الخبز ويغمسها بخل والنعمة الإدام الخل. شفت جمال النبي، كان يجل النعمة وإن دقت، لأن ينظر للمنعم مش ينظر للنعمة، هو بينظر للمنعم في النعمة، والله عظيم على كل حال، فإذا دقت النعمة يبقى برضه عظيمة لأنها جاءت من عظيم وجاءت من جليل وجاءت من كريم. هل أنت أخلاقك كده بقى في تصرفاتك؟ لما تروح البيت تلاقي مراتك مش طبخة، تقوم تحط لك لقمة بجبنة، بتعمل إيه؟ يعني بتطلقها ولا بتلم عليها الجيران، ولا بتنام من غير عشاء وتنكد عليهم، ولا تروح نازل واكل في المطعم بره، ولا بتعمل إيه بالظبط؟ ولا بتقول الحمد لله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيوته التسع بعد صلاة الصبح ويوزع الذهب بإيده صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا، وبعدين يدخل بيته بعد الفجر يسأل عن طعام في بيوته التسع. انت ليك بيت واحد، النبي كان ليه تسع بيوت مش بيت واحد، يسأل في بيوته التسع على حاجة يفطر عليها ما يلاقيش. يوم النبي يعمل ايه؟ ينوي الصيام ببساطة كده، ينويها عبادة، يلا بيعمل الحمد لله. شوف الأخلاق بقى الحلوة، شوف بقى الأخلاق الحلوة المختلفة، هي دي حلاوة الإيمان بقى. حلاوة الإيمان تشوفها في النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوفها في اللي هم وارثين من النبي هذه السلوك، فربنا يورثنا هذا السلوك ويخلقنا بأخلاق نبينا. فظاهر هذا الحديث يدل على أن الإيمان على قسمين، بحلاوة وبغير حلاوة، ومنه قوله عليه السلام الإيمان إيمانان، إيمان لا يدخل صاحبه النار اللي هو الإيمان بالحلاوة، ده ما يدخلش النار أصلا، ما يوردش على النار، ده يعدي على طول، ده بغير حساب، واخد بالك، أو بحساب يسير ويعدي. لكن في إيمان تاني، وإيمان لا يخلد صاحبه في النار، يبقى في إيمان يدخله النار بس ما يخلدوش فيه، وفي إيمان يعني لو عد المؤمن على النار من هذا النوع يطفئ نوره النار لدرجة النار تقول له ايه، عدي بسرعة لحسن هتطفئ لهبي، مش هعرف اعذب الكفار، اديني فرصة اعذب الكفار بقى. يعني شوف حيثما وجد هذا المؤمن يتحول ما حوله الى جنة. شفت قد ايه بقى، هي دي احوال المؤمن المسلم، اللي حتى ربك سماك مسلم لانه سلم الناس من لسانك ويدك، يعني حيثما وجدت كنت سلما وكنت سلما حيثما وجدت، مش نجت حيثما وجدت. ففي إيمان لا يدخل صاحبه النار، الإيمان بحلاوة،
وإيمان لا يخلد صاحبه في النار اللي هو الإيمان مع المعاصي بقى. فهمت إزاي؟ فالإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار هو ما كان بالحلاوة، والإيمان الذي لا يخلد صاحبه في النار هو ما كان بغير حلاوة. والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، الحلاوة المذكورة هل هي محسوسة أو معنوية؟ يعني هل الحلاوة دي أنت بتدقها بتحسها كده تبقى مبسوط بيها، حاسسها كده وحاسس طعمها، ولا هي حاجة معنوية في قلبك بس؟ فهمت إزاي؟ علماء الفقهاء طبعا قالوا حاجة معنوية، لكن أهل الصوفة بقى الجماعة أهل السلوك يقولك لا والله ده احنا ضايقينها، ده احنا ضايقينها واكلينها وطعمها لسه ببقنا. عشان كده تجد الكلام طالع منهم حلو، لأنهم ضايقين الحلو فيطلع منهم حلو، تتأثر بيه ولو كان بسيط، ولو كان حتى من حيث اللغة ركيك، لكنه طالع حلو يا أخي. وساعات بقى الفقهاء يقولك كلام جميل تبقى قاعد معجب بصياغة الألفاظ وبكمال العبارة، وتقعد تسمع ساعة واتنين وتروح يقول لك كان بيقول ايه، والله كان بيقول كلام حلو قوي، استفدت ايه؟ والله ما فاكر بقى، وانا مخي دفتر يعني، لم يترك في قلبك شيء اثر. ولكن في ناس تانية تقول لك كلمتين كده على قد الحال، تبص تلاقيك متأثر بيهم ويغيروا حياتك كلها. يبقى اللي طالعين من القلب اللي ضايق حلاوة الإيمان يأثر، لأن طالعين بحلاوة. والتاني يعني ما دقش الحلاوة حسا، دقها معنى، فتلاقيه بقى بيقول لك معاني حلوة لكنك انت ما حسيتش بيها، ما دقتهاش. وقد اختلف العلماء في ذلك، فحملها قوم على المعنى وهم الفقهاء، وحملها قوم على المحسوس وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن يتأولوا وهم أهل الصفة، والصواب معهم في ذلك والله أعلم، لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل، وهو أحسن من التأويل ما لم يعارض لظاهر اللفظ معارض، ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وأهل المعاملات. يعني والدليل إن هي حلاوة حسية، أما تشوف أحوال الصحابة هيدي لك شوية من أحوال الصحابة، إن لو ما كانوش ضايقينه حسا ما كانش حصل لهم الحاجات دي، لأنه قد حكي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة. فمن جملة ما حكي في ذلك حديث بلال رضي الله عنه حين صنع به ما صنع في الرمضاء، الرمضاء اللي هي الرملة الساخنة يعني، إكراها على الكفر، كان يجروه على الرملة في عز سخونة. انت جربت كده تمشي على الأسفلت في مكة في عز الظهر حافي؟ جربت ولا ما جربتش؟ أنا جربت مرة، شبشبي ضاع ومشيت على الأسفلت بقيت متلهلب مش مستحمل، بقيت أجري أتنطط كده. شوف بقى سيدنا بلال ينيموه على ظهره، وطبعا الرجل تتحمل ما لا يتحمله الجذع، الجذع يتحمل أكثر، وبعدين مش يكتفوا كده وبس، ده ينيموه وبعدين يحطوا عليه حجر كمان عشان يبقى تقل فوق التقل، وبعدين يجروه. يعني عذاب مفيش بعد كده عذاب. وهو يقول ايه؟ احد من احد، لو ما كانش ضايق الحلاوه ما كانش يقدر يتحمل ده، من شده الحلاوه اللي دقها نسي ده. شفت بقى ازاي؟ فده دليل على احوال ليهم. وهو يقول احد احد، فمزج مراره العذاب بحلاوه الايمان، بحلاوه الايمان. وكذلك ايضا عند موته اهله يقولون واكرباء، يعني هو نايم بيطلع في الروح سيدنا بلال برد، ام ايه بنته قاعده بتقول واكرباء واكرباء، يعني يا دهوتي يا حستي يا خرابك، زي اللي بيقولون واكرباء. وهو يقول واكرباء، كرب ايه؟ يعني هو بيحب لقاء رب، ده هو فرحان بيقول لبنته ايه يا بنتي كرب ايه يا بنت، احنا الوقت ده اسعد لحظه في حياتي، ده انا هي دي اللي انا مستنيه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء، وهي حلاوة الإيمان. ومنها أيضا حديث الصحابي، كل دي نماذج لصحابة داء حلاوة الإيمان. ومنها حديث الصحابي الذي سرق فرسه بليل وهو في الصلاة، فرأى السارق حين أخذه فلم يقطع لذلك صلاته، فقيل له في ذلك فقال ما كنت فيه أكبر من ذلك، ولا ذاك إلا للحلاوة التي وجدها محسوسة في وقته ذلك. يعني فقها لو لقيت واحد بيسرق الشبشب بتاعك وانت في الصلاة تقطعه وتاخده، فقه ده عند الفقهاء
فهمت ازاي؟ يعني حاطط شبشبك، وده الصحابي كان حاطط فرسه قدامه. عارف انت الفرس بالنسبة للصحابي زي عربية احدث موديل بالنسبة لك دلوقتي، ولحد دلوقتي الفرس العربي الاصيل ثمنه اغلى من مرسيدس احدث موديل، بيوصل ثمنه 2 مليون الفرس العربي الاصيل ده، بيبعتوه بشهادة نسب كده. شوف قد ايه اللي يفهم الحاجات دي، اللي هما بيتاجروا في الحاجات دي. فشوف انت ما يبقى فرس عربي قدامه اصيل بتاعه ربطه مربيه على ايده، بالنسبه له هو كل حياته، لانه بيقضي بيه مصالحه وبيجاهد فيه في سبيل الله وزينه ليه، حتى بيبقى بيحبه زي ابنه لانه مربيه. فشوف انت وبيصلي نافله لله وشايف الحرامي جاي بيفك الفرس وهو في الصلاه، من حلاوه الصلاه قال الفرس يضيع في داهيه، خلينا ده احنا اللي فيه احلى، ده احنا اللي فيه احلى. شفت بقى الصحابه داؤوا اللي ايه اللي غيرهم ما داؤوهوش، اللي بيه يبقى مش عايز يسيب صلاته وواحد بيسرق عربيته وهو شايفه بيسرقها قدامه، ما هو الفرس هو زي العربيه دلوقتي. فهمت ازاي؟ ادي النماذج دي، هات لي نموذج واحد من النوع ده في زماننا ده. مفيش، مش كده برضه؟ مفيش. عشان كده دلوقتي احوال المسلمين، بص حواليك تعرف ليه المسلمين دلوقتي كده وليه المسلمين زمان كانوا كده. ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ليلة يحرسان جيش المسلمين. كان في اثنين صحابة، الرسول قال لهم انتم مسؤولين تحرسوا جيش المسلمين، فبقوا يعملوا ايه نوبة، ده ينام ساعتين وده يقعد ساعتين، بحيث ايه ده كل واحد ينام شوية ويقوم شوية فترة الليل. فنام احدهما وقام الاخر يصلي، مش قايم بقى قاعد يحرس يقوم ايه يقعد يعمل في شاي ويعمل في قهوه ويوضب الشيشه ويوضب الجوزه ويعمر الطاسه ويقول لك ما انا مرابط في سبيل الله بقى. لا، الصحابي قام قال لما انا سهران سهران وقف يصلي وعار الله. شفت بقى اللي بيرابط يصلي، مش اللي بيرابط يقعد يشرب سجاير وشيشه وجوزه وبامبو ويحط النسوار والقات ويخزن. في اليمن عندهم القات، وباكستان والحتة دي عندهم حاجة اسمها نسوار زي الحشيش كده في مصر والبانجو، كان المجاهدين الأفغان يستعملوه، يقول لك أصل بيسهرني بيخليني منتبه، يخرج يجاهد في سبيل الله وهو محشش. آه والله شفته سنة 86، لدرجة وصفت مرض سميته نسوار سندروم. نسوار ده المادة اللي هو بيحطها في خده من جوه كده زي اللقاط، بتعمل لهم أولا غمام النفس، يبقى باستمرار نفسه غم عليه وعايز يتقايل ومالوش شهية للأكل، وصداع لما ما ياخدهاش، وإرهاق مستمر، شعور بالإرهاق المستمر. فلقيت معظمهم يجي يقول لي الأربع أعراض دول، أجي أسأله وألاقيه صحيح الدنيا ما فيهوش حاجة، اجي اساله اعرف انه بياخد نسوار، فسميت ايه؟ فسميتها نسوار سندروم. شوف بقى الصحابه لما بتجاهد كانت بتعمل ايه بقى؟ كانت بتسهر تعمل ايه؟ عشان تعرف الفرق بس. عشان تعرف ليه احنا مش عارفين ننتصر على عدونا، وليه هم كانوا يخشوا على مئات الالوف وهم 10,000 ينتصر. عشان الواحد فيهم كان بينا كلنا. فالصحابي ده قام سهران بقى يعمل ايه؟ مرابط. يعمل ايه؟ قام يصلي الركعتين وصاحبه نايم. فإذا الجاسوس من قبل العدو قد أقبل فرآهما، جاء الجاسوس والجدع ده بيصلي، الراجل ده من حلاوة الصلاة مش عايز يسيبها، وشايف الجاسوس واقف من بعيد بيحط السهم في القوس وبينشن عليه وبرضه مش عايز يسيب الصلاة. شوف قد ايه يعني الصلاة من السياح حلاوتها من السياح حتى روحه. ما فيش النوعيه دي، عشان تعرف ازاي ان هم داقوا حلاوه الايمان حقيقي. فكبد الجاسوس القوس ورمى الصحابي فاصابه، فبقي على صلاته ولم يقطعها، ثم رمى ثانيه فاصابه فلم يقطع لذلك صلاته، ثم رمى ثالثا فاصابه، فعند ذلك ايقظ صاحبه وقال لولا اني خفت على المسلمين ما قطعت صلاتي، حتى ولو اموت مش مشكلة، بس هو خاف لحسن ايه يعني ينقض بعد كده على المسلمين. وما ذاك الا لشدة ما وجد فيها من الحلاوة حتى اذهبت عنه ما يجده من الم السهام.
ومثل هذا ما حكي عن كثير من أهل المعاملات يطول الكلام عليه وفيما ذكرناه كفاية. أنت سمعت عن سيدنا عروة بن الزبير، أخو سيدنا عبد الله بن الزبير، ابن سيدنا الزبير بن العوام، أم ستنا أسماء، أخت ستنا عائشة، بنت سيدنا أبي بكر الصديق. سيدنا عروة بن الزبير جاله غرغرينا في رجله، زي اللي احنا بنقول عليه الراجل ده جاله غرغرينا سكرية ولا غرغرينا نقص دم أو بتاع. فالغرغرينا دي لازم معناها الرجل تتقطع، هو ده حلها خلاص. فقالوا له رجلك دي لازم تتقطع وإلا هيجي لك تسمم وتموت. فقال لهم بس أنا ما عنديش مانع تقطعوها، لكن سيبوني أصلي ركعتين، فإذا سجدت افعلوا ما شئتم. يعني البنج بتاعه الصلاة، ما كانش فيه بنج ياما. كان ياما هيجي يقطعوا الرجل يروح قاطعها بالسيف وموضب زيت مغلي يروح تششها فيه علشان تبطل الدم. كل ده والعيان حاسس بكل حال صح، يا إما يشربوه خمرة لما يبقى طينة ويعملها له وهو سكران، كان زمان الحكاية دي كده، أو يخبطوه على قفاء يغموا عليه أو يموت ما يحطش منطق، وبعدين بعد كده يعملوا اللي فيه ويشتغلوا في ميت. هو يعني يقول لك العملية نجحت بس العيان ما فقش. فيعني ربنا ينجينا. فشوف بقى كان البنج بتاعه ايه، قال لهم كده دعوني أصلي ركعتين فإذا ما سجدت فدونكم ما شئتم. فوقف الرجل بالسيف وضب نفسه واستنى وهو ساجد كده ومندمج في السجود، راح عمل رجله وتشهله بالزيت، بيقول لك فأتم سجدته ولم يتحرك. حاجة غريبة دي. طب انت سمعت عن حد في اليومين دول يتعمل فيه كده؟ عشان تعرف الفرق بيننا وبينه. المقام ده سماه الصوفية مقام الفناء، عشان الناس اللي بتنكر على الصوفية المعاني اللي قالوها يقول لك اصل الصحابة ما جرالهمش الحاجة دي. مين قال لك انه ما جرالهمش؟ ما جرالهم اكتر. ده فنى عن نفسه فلم يشعر بالألم اهو، يبقى مقام اسمه مقام الفناء اهو يعني. وبعدين المقام ده بيحصل لنا لما تحصل حرب شديدة. اسأل الناس اللي بيحضروا الحروب، تبص تلاقي في أثناء الغارة وهو مندمج وبيعمر وبيساعد زمايله وبيحارب وبيعمل، مش دريان بحاجة، تخلص الغارة ويهدى يلاقي فيه طلقة في فخده وتلاقي رجله ايده مش عارف اتعورت، وهو ساعة الحرب في اللحظة الشدة دي مش دريان بحاجة خالص ولا حاسس بحاجة خالص. ليه؟ من شدة اندماجه. يبقى الحكاية دي ما بتقع هي واقعة. فهمت ازاي؟ بتقع وحاضرة ومعروف، كانت بتحصل للصحابة أثناء عبادتهم. فهمت ازاي؟ مش من شدة الهيبة بتاع الموقف، لا، من شدة هيبة لقاء الله عز وجل. الوجه الثاني قوله عليه السلام أن يكون الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاثة الألفاظ ترجع إلى اللفظ الأول، يعني العلامات الثلاثة دي كلها ترجع لللفظ الأول، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لأن من ضرورة المحبة لله ولرسوله أن يدخل من ذكر بعد في ضمنه، لكن فائدة إخباره عليه السلام بتينك الحالتين اللتين ذكرتا بعد ذلك اللفظ يريد به أن من ادعى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليختبر نفسه في حب المرء، لماذا يحبه؟ وفي الإكراه على الكفر كيف يجد نفسه إن ابتلي بذلك؟ لأنه قد يسبق للنفوس دعاء بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام هاتين العلامتين تفرق بين الدعوة والحقيقة. ومثل هذا قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني أنت اسأل نفسك، أنت مؤمن؟ طب بتتوكل على الله ولا مش بتتوكل على الله؟ بتثق في الله ولا ما بتثقش في الله؟ ولا إيه بالظبط؟ يعني ربنا بيقول إن كنتم مؤمنين توكلوا على الله. طيب أنت بتقول أنا مؤمن، طب أنت متوكل على الله؟ يعني إيه متوكل على الله؟ يعني في كمال الرضا عن الله؟ يعني راضي عما قسمه الله لك وفي غيرك في كل الأحوال، ولا مش راضي؟ قاعد طول النهار تقول جاتنا نيلة حظنا الهلال، هي دي وظيفة دي، هي دي عربية دي، هي دي شقة دي، هي دي زوجة دي، هي دي عيال دي، هي دي دنيا دي. الله، انت مش راضي عن حاجة خالص، وبعد ده كله تقف تقول لي الحمد لله رب العالمين؟ ده انت تبقى كداب، تبقى دعوة.
طب منين وانت مش راضي عن الحاجات دي كلها واقف تقول الحمد لله يا رب العالمين؟ ده انت واقف بقى جنب فستانه كداب. فهمت ازاي؟ اسال نفسك. عشان كده ربنا بيدي لك ازاي تعمل لنفسك يعني اختبار، تعرف انت متوكل ولا مش متوكل، مؤمن ولا مش مؤمن. يقول لك فتوكلوا على الله ان كنتم مؤمنين. لو انت مؤمن انت متوكل ولا مش متوكل؟ طيب اسال نفسك. لأن حقيقة الإيمان أن يتوكل صاحبه في كل أموره على ربه ويعتمد عليه، وإن كان بغير ذلك فإنما هو دعوة. وكذلك من ادعى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لم يصدق في تينك العلامتين، اللي هو أن يحب المرء اللي يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طب هات واحد كده مسلم محترم كده وبيصلي معانا وبيعمل عمرة كل رمضان بقاله 20 سنة، واعرض عليه 1,000,000 جنيه رشوة، ما هو ده كفر. ما الرشوة كفر، ما هو كل المعاصي بريد للكفر، خد بالك. طب اعرض عليه 1,000,000 جنيه كده مقابل ان هو يتنازل عن حاجة متعلقة بحقوق المسلمين يديها لك وياخد 1,000,000 جنيه من غير حاجة، كم واحد يقبل وكم واحد يرفض؟ مش الناس بيقول لك كل ذمة وليها ثمنها، بس سيبها لي انت وانا هشتريها، مش ده بيحصل؟ لكن التاني بقى يبقى ده ما دقش حلاوة الإيمان دي. لدى حلاوة الإيمان يقول له لو جبت لي الدنيا وما فيها أنا لا أفعل الحرام قط، ولا أدخل الحرام قط على بيتي ولا على أولادي ولا على نفسي، يبقى ده اللي ضايق حلاوة الإيمان. إنما اللي ما ضاقش حلاوة الإيمان يقول له ما تزود شوية، 1,000,000 بس، خليهم 2، واحد في جيبي واحد في إيدي. وبعدين أما يديها سهلة كده يقول له طب 2، يقوم بعد كده يديله معاد ويخلف يقول له والله انا فكرت لقيت 2 قليلين، خليهم 2.5. يعني ذمته يعني بأسك، يعني هو ممكن يبيع كل. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ياتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه يا رسول الله؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه يعني امانته. فهمت ازاي؟ أمانته، ما هي دي أمانتك، دي دين، دي دينك، مش كده برضه؟ إن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض. الأمانة دي ما هي دي الدين، خلاص. ما هو الدين ده أمانة بينك وبين ربك، وبينك وبين الخلق، مش كده؟ وبينك وبين نفسك. ما هي دي الدين، أمانة. فاللي يبيع دينه يعني بيبيع أمانته، فالحكاية كلها بتصب ببعضها. الوجه الثالث يرد على الحديث سؤال، وهو أن يقال لما عبر عليه السلام عن تناهي الإيمان بالحلاوة ولم يعبر بغيره؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حلاوة الإيمان، ما قالش جمال الإيمان، ما قالش مثلا لطافة الإيمان، ما قالش مثلا ظرف الإيمان، ما قالش كمال الإيمان، ما قالش مثلا إيه حسن الإيمان، ما في ألفاظ. ليه الحلاوة؟ ليه النبي اختار اللفظ حلاوة بالذات؟ والنبي خد بالك أفصح العرب، ما يختارش اللفظ إلا وراه معنى يريده صلى الله عليه وسلم. فليه بقى اختار لفظ الحلاوة وما اختارش أي لفظ آخر غير الحلاوة؟ فهمت؟ والجواب ولم يعبر بغيره. والجواب أنه إنما عبر عليه السلام بالحلاوة لأن الله عز وجل قد شبه الإيمان بالشجرة في كتابه. ربنا شبه الإيمان بالشجرة في كتابه العزيز، قال إيه؟ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص، وهي أس الدين وبها قوامه. فكلمة الإخلاص اللي هي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، دي كلمة الإخلاص. فكلمة الإخلاص في الإيمان كأصل الشجرة لابد منه أولا. وأغصان الشجرة في الإيمان عبارة عما تضمنته كلمة الإخلاص من اتباع الأمر واجتناب النهي. والزهر في الشجرة هو الإيمان، عبارة عما يحدث للمؤمن في باطنه من أفعال البر. يبقى كأن الشجرة اللي هي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، اللي هي دي أصل الشجرة. الفروع اللي فيها اللي هي الأوامر والنواهي، والثمر اللي بيطلع اللي هي ما يحدث في قلبك من ترقي عند فعلك للأوامر واجتنابك النواهي، اللي هي الأحوال والمواجيد اللي بتجدها في قلبك.
لما روي عنه عليه السلام أن من هم بحسنة خرجت على فيه رائحة عطرة فيشمها الملك فيكتب له حسنة، والزهر في الشجرة كذلك له رائحة عطرة، وما ينبت في الشجرة من الثمر هو في الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات، وحلاوة الإيمان في الشجرة هي في الإيمان عبارة عن كماله وعلامة كماله ما ذكر عليه السلام في الحديث، لأن غاية فائدة الثمر تناهي حلاوة ثمرها وكماله، ولهذا قال تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى أفعال الطاعات هي الأغصان والثمار اللي بتطلع، الزهور اللي فيها اللي هي المواجيد اللي يجدها الإنسان من حلاوة في قلبه عند فعله لأنها لها رائحة طيبة، والثمار اللي بتطلع اللي هي فعل الطاعات إذا كملت تكمل نضج الثمرة، والثمرة حلاوتها في حلاوة إيه؟ في إنها تبقى ليها طعمها حلو، ولا تاخد الثمرة وهي لسه خضرة قبل نضجها تيجي تدوقها تلاقيها مر، لكن تستنى لما تبقى ثمرة كاملة تقوم تحلو طعمها. يبقى إيه؟ يبقى غاية المقصود من شجرة الإيمان اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله هي نبات الثمرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين، اللي هو إيه؟ اللي هو حلاوة الإيمان، اللي هو السلوك الذي يراه الناس إيه؟ ويراه الله فيك، وتعامل فيه نفسك مع ربك ومع الخلق ومع الله. هو دي الخلاصة. وأكلها على أحد الأقاويل دائم، فثمرة المؤمن لا تزال أبدا بين زهر وإبار وبدء صلاح وتناهي طيب. يعني ثمرة المؤمن باستمرار تلاقيها مستمرة كده بين زهر بيثمر وبين بدء البذور، اللي هي عارف انت البرتقانة الأول يطلع منها بذرة كده في وسط الزهرة دي يسموها الإبار، وبعدين تبتدي تكبر تفضل خضرة، وبعدين بعد كده تبتدي تصفر او تبتدي ايه تاخد وضعها النهائي. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فقيل وما بدو صلاحه يا رسول الله؟ قال ان تصفار او تحمار، يعني لما تبقى كاملة. وربك اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، فيبقى ربنا اشترى منك الثمرة ده، فازاي تبعها لله قبل بدو صلاحها؟ فلا بد تبيعها له وهي كاملة الحلاوة. شفت بقى التشبيه جاي ازاي؟ الجمال. شوف النبي بقى يعني ازاي جمع هذا كله في فصاحته صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي في الأحاديث هو تفسير للقرآن على فكرة. يعني الناس كتير يقول لك هو ليه النبي ما فسرش القرآن؟ ده النبي فسر القرآن في أنفاسه وحركاته ولحظاته وأقواله. كل أحوال النبي قرآن. وعشان كده لما تيجي تقرأ القرآن وتشوف سنة النبي وسيرة النبي تلاقيها قرآن. هو ده تفسير القرآن. فلم تزل معترة مثمرة يانعة دائمة، ولهذا فضلت شجرة الإيمان على غيرها، لأن الشجرة عدا شجرة الإيمان يأتي فيها كل شيء فريد ثم يذهب عنها كل ذلك في بعض السنة. فالزهر فريد والإبار فريدة وبدء الصلاح فريد وتناهي الطيب فريد، والمؤمن لا يزال ثمرة إيمانه بمجموع ذلك كله رائقة عطرة، ولهذا المعنى قال عليه السلام نية المؤمن أبلغ من عمله. يعني المؤمن بين عمل موفق فيفعله وبين نية موفقة فتكتب له حسناتها ولا يوفق لعمله، فهو في كل حال. وعشان كده بيقول إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما، بيقول كده في الحكم. إلهي إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما، أدي معنى نية المرء خير من عمله. قال العلماء معنى أن المؤمن في عمله ونيته عند فراغ لعمل ثان، فالزهر هو النية والثمر هو العمل الصالح، وبدو الصلاح هو اتباع السنة في العمل. يعني بدو الصلاح يبقى العمل ده على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلو من البدعة، وبدو الصلاح هو اتباع السنة في العمل لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه. قالوا يا رسول الله وما إتقانه؟ قال يخلصه من الرياء والبدعة. فترك السنة في العمل عاهة فيه تمنع من بدو صلاحه، ف
فإذا لم يبدي صلاحه فمن باب أولى ألا يصل إلى تناهي الحلاوة. ويرد على هذا المعنى بحث دقيق، لأن الثمر إذا لم يبدي صلاحها لا يجوز بيعها بمقتضى منع الشارع عليه السلام ذلك، والبيع في هذه الثمرة هو القبول لقوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية. ولهذا المعنى أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه، فإذا لحقت العاهة فلا إتقان فلا يكون قبول. وهذه هي دائرة بعض العوام لجهلهم بالسنة، يعني مصيبة بعض العوام في عبادتهم هي دي، جهله بالسنة يجعل عبادته واجتهاده فيها خطأ، يقوم ما يدقش حلاوة، يقول لك أنا بقى 40 سنة بصلي وبتوضى وبصوم وما دقتش حلاوة اللي انتوا بتقولوا عليها دي. تيجي تدور عليه تلاقيه ما يعرفش النجاسات، بيتوضى وعلى جسمه نجاسة وما يعرفش يستنجى كويس. تيجي تسمع قراية الفاتحة تلاقيه بيقراها غلط، بقى لك 40 سنة بتقرا الفاتحة غلط، وتقول لي ما انا مش هدوق حلاوة، هدوق حلاوة ايه؟ انت عايز تاخد قلمين علشان تقعد عند الشيخ لحد ما يعلمك ازاي تقرا الفاتحة، فهمت ازاي؟ فيبقى ايه؟ ادي بيقول لك دائرة ايه العوام في المسألة دي، جهلهم بالسنة، يوم يقعد يتعبد كتير يتعبد كتير ومش دايق حلاوة ولا حاجة. وإن كان بعضهم يدعي علوما فإن كل علم يجهل صاحبه السنة داخل تحت قوله عليه السلام: إن من العلم لجهلا. وتناهي الطيب إنما يكون للخواص، وكيفية تناهي الطيب في العمل وأن يعمل العمل حبا في الله وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما جاء في الحديث: لا يريد غير ذلك فيكون عمله مشكورا. ونهاية بقى الخلاصة لما يبقى العمل صحيح ويكون فيه إخلاص بعيد عن الرياء، إنك كمان تعمله مش منتظر أجر من الله كمان، ده انت بتعمله حبا في الله وحبا في رسوله. شوف ربنا قايل ايه: ولا يشرك بعبادة ربه ايه احدا، يعني ما يحطش عبادة ربه مقابل الجنة مقابل انه ياخد الثواب، لا لا، ده هو بيعبد ربه لان الله سبحانه، لان حبه لله جعله يطيعه، والمرء لمن يحب مطيع، مش كده برضه؟ ادي المعنى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فيكون عمله مشكورا لقوله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، إلى قوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يبقى لما أنت مش عايز جزاء ولا شكور يقوم ربنا يشكر لك العمل، وشكر الله للعمل أن يعطيك فيه فوق ما تريد وفوق ما تظن. فلأجل هذه النسبة وهذا الاتحاد الذي بين الشجرة والإيمان عبر عليه السلام في الحديث بالحلاوة ولم يعبر بغيرها ليقع المثال في كل الحالات، ومنه قوله عليه السلام: الناس كشجرة ذات جنى ويوشك أن يعود كشجرة ذات شوك. الحديث الناس يعني المسلمين هيبقوا في الأول شجر ذات جنى لها ثمار، وبعد كده يبقوا شجر مشوك بس، زي المسلمين اليومين دول شجر مشوك إلا القليل منه، تيجي تتعامل معاه يشوكك يقلمك، تشاركه في تجارة يأكلك، تيجي تكلمه في حاجة يهبشك في كلمة تأذيك، تيجي تقعد جنبه ولا مش عارف ايه ضيق عليك، تيجي تقف وراه في الطابور يقولك ابعد عني الدنيا حر، تيجي تتعامل معاه تقرب له في اي حتة يدخل عليك النكد، يعني شوك. لكن زمان الناس كل ما تقرب لها كل ما تحس بحلاوة الدفء وحلاوة الجمال، فهمت ازاي؟ فرق كبير. فشبههم عليه الصلاة والسلام ايضا بالشجر، وهم كذلك لا شك فيه، لان من تقدم من السلف كان ايمانهم كاملا بتتبعهم للامر والنهي وحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والنصيحة التي كانت بينهم، حتى لقد كانوا اذا التقى بعضهم مع بعض يقول: تعالى نؤمن، فكانت شجرة إيمانهم تناهت في الطيب والحلاوة. وأما اليوم، ده بيقول اليوم يعني إيه؟ ده الشيخ بيقول اليوم يعني من 800 سنة، أما لو قعد عندنا إحنا اليوم دي يقول إيه؟ فربنا ينجينا. يعني الشيخ بيقول اليوم ميت سنة 699 هجرية، يعني 700 هجرية، يعني ميت من حوالي 800 سنة تقريبا، مش كده برضو؟ يعني قول 700 وشوية وكسور، هو العرب اصلا بتحب تقرب واحنا عرب بقى،
يجي يشتري الحاجه ب 900 يقول لك انا جبتها ب 1000. العرب كده طريقتهم، يحبوا يقربوا الحكايه عشان تبقى سهل. فهمت ازاي؟ واما اليوم فقد ذهب ذلك وظهر ما اخبر به عليه الصلاه والسلام لرجوعهم كشجر ذات شوك لعدم اتباعهم الامر والنهي وترك النصيحه بينهم والغش الذي في صدورهم، فرجع موضع النصيحه غشا وموضع الامتثال مخالفه، فلم يبق معهم من صفه الايمان في غالب احوالهم الا النطق بالكلمه وما عداها من الافعال بضد ما يقتضيه الايمان، فبقي لهم الاصل وذهبت ثمراته التي هي الاعمال، كما هي شجره السدر مع شجره الثمر. شجره السدر اللي هي الشجره ايه اللي فيها شجر، يعني اللي فيها شوك، اذا ابدلت مكانها فالاولى كانت تطعم الثمر وله حلاوه، والثانيه تنبت الشوك. هذا هو حال عمتهم اليوم، اللهم الا القليل النادر، لقول عليه الصلاة والسلام. يبقى مهم الاستثناء ليه؟ لأن التعميم ظلم، لأن الأرض برضو ما زالت في كل لحظة مليانة أولياء ومليانة صالحين، خد بالك مليانة، بس كلما زادت الفتن تلاقي الصالحين مش باينين ومندسين كده، محدش عارفهم، تلاقيهم مغمورين. ولولا وجود دول كان ربنا سبحانه وتعالى صب على الناس العذاب، يعني وجودهم رحمة حيثما وجد، هو ربنا خليهم كده علشان يجعلهم سبب لرحمة الناس، اللي هو الرسول قال عليهم لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا، لقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة لا يضيرهم من خالفهم. فهذه الطائفة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام هي التي لم تزل ثمرة تطعم وتتناهى في الحلاوة، كما كان السلف رضي الله عنهم، ولولاهم ما أمطرت السماء قطرة ولا أنبتت خضرة ولا وقع الهلاك بمن تقدم ذكرهم، ولكنه عز وجل يمهلهم لمجاورتهم لأهل الإيمان المتحققين إكراما لأوليائه وترفيعا، جعلنا الله من أوليائه بمنه ويمنه. ونقف على الحديث الثالث، حديث البيعة، نبدأه غدا وحنقعد فيه حوالي 10 أيام أو يمكن لآخر رمضان الحديث الثالث ده، لأنه في الشرح يعني أطال فيه إطالة كبيرة. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر نفع ذكر الغافلون.